علاش ما كيمشيوش للمدرسة؟ ما كاينش فيك العزلة على الدور. واش هذا الولد اللي غيمشي 7 كيلومتر ولا 8 كيلومتر وهز شكارة على ظهره ديال 5 كيلو، كيفاش غادي هذا الولد غادي يمشي للمدرسة؟ واش حنا اللاعبين غادي نكونوا بلا تعليم؟ ما غاديش نكونوا. وهذا الإقليم دابا بكل صراحة يعني من أي جانب من الجوانب راه ما كاين والو، ما ندلوش الشمس بالغربال. أولا هذا الإقليم حنا استعمرنا واحد المستعمر يعني جاء أكثر وحيدا، ما دار لا مدرسة ما دار لا طريق لا ما لا والو. بكل صراحة هو اللي همشنا همش الكبير، هو اللي همشنا. ولهذا حنا عندنا الأراضي بعدا غير الأراضي في الدروج، باش أي جهة مستثمرة باش يستثمر ويزعم على أراضي كلشي عندها ملكية وما محفظاش. كيفاش هذا الإنسان اللي غادي يجي يحفظ الأرض ويدير مشروع في الدريوش؟ يعني ما 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 ماشي معقول. يعني هذا الشيء راه ما كاينش، المحافظة حنا خصنا نمشيو عندها 120 كيلومتر من الدريوش حتى للنهار. حنا جينا تبارك الله مع جوج الأقاليم الإخوان ديالنا، وحنا كنباركو حتى هذه راه بلادنا، ها الحسينة ها الدريوش. الحاجة اللي كتجي أما تمشي للحسينة ولا تمشي للناظور ولا للحسينة. والدريوش من سين لسين، حتى بعض الوزراء ما كيعرفوش هذا الاسم الدريوش، يعني ما كيعرفوش. كل صراحة نكونوا نهضروا أنا يعني نهضروا بالواقع ونكونوا واقعيين. يعني حتى 100 منصب شغل في الدريوش ما كاينش. كيفاش هذا الإقليم هذا غادي يكون؟ يعني شحال مؤسسة حكومية ما كاينش في الدريوش. يعني راه شفتوا حتى لاكارت ناسيونال يعني كنمشيو عليها 120 كيلومتر. واش يعقل هذا الشيء؟ حتى السبيطار اللي دابا راه 3 سنين هو مسدود ومهان، يعني ما بغاش يتفتح السبيطار. يعني كيفاش؟ كيفاش هذا الإقليم يعني منسي حتى لهاد الدرجة هذا؟ وغادي يجيو يقولوا لا راه إقليم دروج. والله سيدي موسيقى الإقليمي أنا راه ما جيتش عليه من أجل يعني نكون في هذا الأخر، أنا راه ماشي سياسي ولا كندير سياسة بكل صراحة. والله ما جيت غير من أجل ذاك الإقليم هذاك، ما كاين لا طبقة، ما كاين لا فك العزلة عن الدواوين. حنا خصنا نفكوا العزلة عن الإقليم بعد أول ما بيننا وبين جالسين. واش عندنا ما غندوزو؟ الناس اللي كيمشيو يجيبوا المواد الغذائية من دار البيضاء دائما عندهم الكسور في الآخر ديالهم في الحديد ديالهم. كيفاش غادي يتم هذا الإقليم؟ ومع تازال ما عندناش جبال آخر غير نفكوا على الآخر الإقليم ما الدواوين دابا حنا نسيناهم. وذيك المرأة مسكينة اللي كتقاسي في الجبال وكتقاسي في الآخر إلى حد الآن كتهز رزمة ديال العواد على ظهرها وكتمشي حفيانة ما عندها حتى نهر يعني في رجلها، يعني شكون كيشوف فيها؟ هذه المسائل الله يجازيكم بخير أسيد الوزير، خص توصلوا لنا هذا الشيء للسيد رئيس الحكومة، يعني باش غادي ياخذ هذا الشيء بالاعتبار. راه الإقليم الدريوش يعني يورث له، يعني كنقولها واسمحوا لي وشكرا. Thank you.